متابعينا الاعزاء، متابعين مصر نيوز، برحب بحضراتكم في لايف جديد. معكم حسن عرفه من داخل محافظه الدقهليه. وداء صلاة الجنازة على الإعلامي الكبير أحمد همام، يعني الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم، والذي أثر في مسامع الناس لسنوات على إذاعة القرآن الكريم. الآن أداء صلاة الظهر ويعقبها أداء صلاة الجنازة على الفقيد الراحل، فقيد إذاعة القرآن الكريم، الإعلامي الكبير الراحل أحمد همام رحمة الله عليه، بمسقط رأسه بقرية التمادي الحجر مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. طبعا مسجد القرية الكبير ممتلئ حتى ممتلئ حتى آخره بالمواطنين، بمئات المواطنين، وشوارع القرية زي ما حضراتكم شايفين يأدون عليه صلاة الجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقدت إذاعة القرآن الكريم فجر اليوم الإعلامي الراحل الكبير الإعلامي أحمد همام ورحمة الله عليه، بعد مروره بأزمة صحية استمرت لعدة أشهر، وإذ بالخبر يصدم الجميع في فجر هذا اليوم الثلاثاء. والآن وبعد دقائق معدودة يؤدون عليه صلاة الجنازة بمسجد القرية، قرية تمت الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دقائق معدودة وتنطلق صلاة الجنازة على الفقيد الراحل، فقيد إذاعة القرآن الكريم، الإذاعي الكبير الراحل أحمد همام، الذي أثر في الناس بصوته طبعا من مسقط رأسه هنا بقرية التمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ابن منطقة المذيع الكبير محيي محمود طبعا، وقرية كوكب الشرق المجاورة لهذه القرية، قرية طماوية الزهية من نفس المنطقة. حابين نرسل لكم متابعينا الأعزاء، متابعي عين مصر نيوز، دي مش صلاة الجنازة، دي صلاة الظهر وتعقبها صلاة الجنازة على الإعلامي الراحل الكبير أحمد همام، زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا الأعزاء متابعي عين مصر، حيث يعني أعلنت أسرته وفاته فجر هذا اليوم بعد مروره بأزمة صحية استمرت وامتدت لعدة أشهر، والخبر صدم الجميع وتحولت صفحات الفيسبوك يعني إلى دفتر عزاء كبير، والكل يعزي أنفسه ويعزي أبناء قريته وأسرته طبعا، في يعني حيث تحولت صفحات الفيسبوك إلى دفتر عزاء كبير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا جاء خبر وفاته صادما لكل محبيه وأصدقائه، إذ قام بنعيه عدد كبير من عشاق إذاعة القرآن الكريم عبر حساباتهم الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد الإعلام الراحل أحمد همام أحد أكبر وأشهر وأهم الأصوات الإذاعية العربية التي استمرت في إذاعة القرآن الكريم لعدة سنوات، حيث ترقى بصمة واضحة في مسامع عشاق الإذاعة. قد قام يعني أو قد كان يقدم أغلب الفواصل الصوتية التي تنقل أو تنقل المعلومات بصوته، والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة اعتدنا على سماع صوته، وقدم يعني الشيخ على الله الجمال، ويقدم الكثير من المذيعين يعني شهدت الخطبة الحقيقة في المسجد، كلمة من الدكتور رضا عبد السلام كبير إذاعة القرآن الكريم، وبكى وتأثر وهو يلقي الكلمة هنا من داخل المسجد الكبير بالقرية. الآن تبدأ صلاة الجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مازلنا معكم متابعين الأعزاء، متابعين مصر نيوز، أرصد لحضراتكم أداء صلاة الجنازة على الإعلام الكبير. الإخلاص في الدعاء وأحمد يعني رحمة الله عليه من داخل قرية التمد الحضر، إن الله هذا الأمر الذي يعني أعطى نفسه للناس وأخلص لله سبحانه وتعالى، فنخلص في الدعاء أن يتغمده الله بواسع رحمته. تقيم ويرحمكم الله. الله أكبر. طبعا المسجد ممتلئ عن اخره، وافترشت كل الشوارع باداء صلوات الجنازه وبالمصلين في اداء صلوات الجنازه على الاعلامي الراحل الكبير احمد امام رحمه الله تعالى عليه، ربنا يتغمده واسع رحمته. شفنا بكاء الاعلامي الكبير رضا عبد السلام كبير كلمة داخل المسجد في خطبة الجنازة، وبكى بكاء شديدا مريرا حتى يعني عجز أن يكمل كلمته. وقال صديق والذي علم الناس قراءة القرآن تلا عليهم أكثر الحديث، اعتدنا على سماع صوته، كبرنا على صوته العذب الجميل، أثر في الناس بصوته، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خالص دعوتنا ودعوتكم متابعينا الاعزاء بالرحمه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تنطلق الآن صلاة الجنازة، انتهت الآن صلاة الجنازة، وننطلق لعثمان لتشييعه في مقابر الأسرة هنا بقرية التمد الحجر التابعة لمركز السنبلاويين بمحافظة الدقهلية. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.